وطن ام تي في بالمحطة الثانية، ولمحة عن البرامج الجديدة اللي بلشت تعرضها الام تي في بعد شهر رمضان المبارك. منها أكيد الكوميديا السورية اللي كلنا حبيناها بالسنوات الماضية، جميل وهناء، اللي بتشوفوها كل ليلة الساعة 6:30 المساء. أما الساعة 7 ومن الاثنين الجمعة أنتم على موعد مشاهدينا مع الإعادة لأضخم عمل درامي شفناه خلال شهر رمضان المبارك، 24 قيراط، اللي حقق أكيد أكبر نسبة مشاهدي بلبنان، وبيضم نجوم كلنا منحبهم، سيرين عبد النور، عابد فهد، وماجي بو غصن. فاللي ما لحقوا يتابعوا كل الحلقات بتشوفون على راحتكم بكل السهرة على شاشتنا. بعد الأخبار مشاهدينا، أنتم على الموعد الليلي مع إنتاج ضخم جديد، أكيد دراما التركية اللي حققت نجاح كتير كبير بالسنوات الماضية بلبنان والعالم العربي، هالمرة مع مسلسل أو دراما حققت أكبر نسبة مشاهدي بتركيا السنة الماضية، العشق الأسود، وبتابعوا أحداثه كل ليلة بعد الأخبار على الام تي في من الاثنين للخميس. قبل شوي أعطيكم فكرة عن القصة، صبية حلوة هي صانعة مجوهرات، بتكتشف أن والدها مقتول بسيارته، وإلى جانبه صبية ما له علاقة فيها، وببلش التحقيق، وبيكتشفوا أنه هالصبية هي خطيبة المحقق، وبينهم بتنشأ قصة حب خلال البحث عن قاتل والدها وخطيبته. تابعوا معنا أحداث جديدة الليلة بالعشق الأسود. اما هلا مشاهدينا خلينا بعد في الساعه 9:30 المساء الليلي انتم على موعد مع اجمل واهضم المواقف اللي عشناها بالموسم الماضي من برنامج كلكم نطرتوه على شاشتنا كل سهره ثلاثه، هالمره او خلال هالموسم راح تشوفوه كل سهره خميس، ذا بيست اوف هيدا حكي مع عادل كرم. خلينا نشوف هلا مشهد من العشق الاسود. كثير مفاجاه بتاخذ العقل. انا اللي لازم اتشكرك يا بنتي، لانه عطول بترفعي لي راسي، ما اعتمدتي على اسم ابوك وساروته، وقدرتي تعملي شغلك الخاص، اسمك صار معروف وتصميماتك بتجنن، لهيك انا كثير مبسوط منك وشاهد ضهري فيكي، واذا شي يوم الله اخذ امانته ورحت، مع انه لساتني شاب وبصراحه انا حاسس حالي اني مطول، بس وقتها رح روح وانا مطمن. بابا الله يخلي لنا اياك وما يحرمنا منك ابدا. انا عم احكي الواقع يا بنتي، ومع هيك في شغلة وحيدة انت مقصرة فيها. امتى بدي اشوف اولادك؟ بدي امن عليكي وشوفك ببيت جوزك واولادك. هلا القصة ما انا غلط، بس لو تجوزت ما كنت رح اقدر اشتغل، والاولاد مسؤولية. انت مو مثل بقية البنات وخارج تحملي مسؤولية، انا واثق فيكي كثير يا حبيبة قلبي. تأخرت، صارت الساعة 12، عندي شغلة ولازم انزل على الشركة. طيب نصتي وكملوا حفلتكم. اوكي بابا، شوفك بكرة. انتبه على حالك. انا كثير بحبك. وانا بحبك كثير يا احلى اب بالعالم. الله معك. باي حبيبة قلبي. يضربوا هني وهالبيوت قد على بالكبريت، كيف بدها تسع عيلة؟ شوفوا لهاد كأنه ظريف، خلينا نشوف الحمام. حمام وحلو واسع. بس اطلعي على السعر. ها؟ من وين بدي اجيب لهم 30,000 بالشهر؟ يعني رح نحط 3/4 الراتب على الأجار، مزبوط ياسر؟ هذا شكله خالص. ما فيني ادفع بالشهر فوق ال 15,000؟ طيب روق شوي، شوف إذا البيت عنا بالحارة ظريف وسعره منيح. أنا راح أسكب كاسة شاي، اسكب لك؟ لا يسلم. نداء إلى الوحدة 105. صح النوم. المحقق ياسر من 105. في جريمة قتل صارت على طرف الأوتوستراد الخامس، الضحايا هن الرجال بالخمسينات ومرة بالثلاثينات. يلا ليكنا طالعين فوراً. لكيل عن حظي ايه؟ يعني هالختيار ما لقى يموت هو ومرته غير بالوقت اللي بتكون مناوبتي، لك شو هالعلقة هي يا زلمة؟ لك بجوز ما تكون مرته، بجوز تكون حبيبته. بتراهن انه مرته؟ ورح شارطك على المحبس. شكلك ما رح تبطل هالعادة.
ايه تفضل معنا. اوه صرنا وش الصباح. ايه قوم شوفي وراك، قوم بلكي بتحل هالجريمة وبتاخد لك جايزة جديدة. اذا هيك موافق. هيدا كان مشهد مشاهدينا من حلقة مبارح من الدراما التركية العشق الأسود، وأكيد ناطرين تطورات جديدة الليلة على شاشة الام تي في. أما هلأ شو عم بيصير بالمطبخ؟ الفرن حمي، ستيفاني وصلت وجاد بلش، والروايح بلشت تفه. خلينا نشوف شو عم بيتحضر. هاي ستيف. لولا هاي. عنا لازانيا مع المول من مصرز أو سيفود لازانيا صح، والكروفات وانجريديونات كثير طيبين. انا ولا مره اكل لازانيا مع السيفود صراحه، اليوم بدنا نذوق انا وياك. اليوم بحب وجه له تحيه الي احواش، اليوم عيد ميلاده، بنقول له هابي بيرث داي عقبال المية. هابي بيرث داي الي، معايده خاصه مني ومن كل فريق العمل، واكيد رح نحييك فردا فردا بس نلتقى فيك. ان شاء الله تكون هون تنزل لعندك هلا، او نطلعك انت لعنا تنقول لك هابي بيرث داي. تفضل اطلع لعنا اليوم انت وجوزيان عيدكم. هلا ما بعرف، طلبت من فادي يقول شعر لجوزيان، ما بعرف مين بده يحضر لك انت شعر. هلا فينا تعمل لازانيا، فينا نقدم لك طبق يعني عباره عن شعر كبير. وقفه قصيره مشاهدينا، بنرجع لستاف والشيف بالمطبخ وانطرونا.